سلطات آسفي تتجند لهدم بنايات عشوائية بمنطقة لالا فطنة في ملكية نائب رئيس جماعة حرارة. شباب آسفي المعطل يخرج للاحتجاج للمطالبة بدمجهم في سوق الشغل. تشديد الإجراءات الاحترازية في الدار البيضاء والمحمدية وبرشيد وبن سليمان ومديونة والنواصر. موظفو الشرطة يستعين بالرصاص لتوقيف جانحين بمدينة الجديدة. السلطات المحلية بمراكش تغلق 56 مطعما. نشرة الأخبار من صافي جود، أهلا بكم. شنت سلطات آسفي زوال اليوم السبت حملة كبيرة في مواجهة بنايات عشوائية بمنطقة لالا فطنة في ملكية عبد الرحيم كوبابي نائب رئيس الجماعة الترابية حرارة. تعليمات العامل شينان عجلت بتنقل تشكيلات متنوعة من عناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة ورجال السلطة نحو المنطقة الساحلية المذكورة، حيث تم هدم البناء العشوائي والذي امتد إلى محيط الطريق الرئيسي المؤدي إلى شاطئ لالا فطنة. وتأتي الحملة المذكورة في السياق حملة من المنتظر أن تشمل عددا من البنايات العشوائية بمحيط آسفي. وترى الشغلال تاسك ترى سيدقي وسيدة من اللي تخرجكم يسوف دا عندي ولا فديتي بي الله يرضي عليك سيدقي الله يرحمك الوالدين واحترم لك صاحبي وخل وين انا باش نجيب واحد اللي كيدير لي في شغلي بترخيص لا الله يهديك الله يرضي عليك صاحبي اللي خليني محترم الله يخليك خرج مجموعة من المعطلين داخل الجامعة الوطنية لمتقاعدي الفوسفات وجمعية شباب آسفي مرة أخرى في وقفة احتجاجية صباح اليوم السبت أمام مؤسسة الإقامة إعدادي التابعة للمجمع الشريف للفوسفات من أجل المطالبة بتشغيل أبناء وبنات المتقاعدين في المكتب الوطني للفوسفات وإيجاد فرص عمل لشباب آسفي في شركات المناولة وبالمؤسسات التربوية والتعليمية التابعة للمجمع الشريف للفوسفات ودمجهم ضمن أوراش العمل. كما طالب المحتجون من خلال وقفتهم الاحتجاجية بإعطاء الأولوية لأبناء المدينة والساكنة المحيطة بالمركب الكيماوي لآسفي، وحسب تعبير المحتجين فقد نددوا بحق التشغيل كحق مشروع وفي مقابل الأضرار الصحية والبيئية التي تنبعث من المركب الكيماوي للفوسفات. وكما سلف الذكر فقد خرجوا هؤلاء الشباب في أكثر من مرة بوقفات احتجاجية طالبوا من خلالها التوظيف في أسلاك الوظيفة العمومية وإنقاذ الشباب المعطل من سياسة الإقصاء والتهميش وقلة فرص العمل بأسفي. ورحمة الله باري بايا عضوة جمعية شباب المعطلين الأسفي. احنا اليوم احتجينا كنطالبوا بحقنا في التشغيل، لاننا احنا شوف فوسفات وشوف حوره
وما كاين والو، حتى حاجه ما خرجت لا اداره الوصفه دير معنا شي حل، حنا بغينا دير معنا شي حل. حنا بغينا، حنا دابا كنطالبوا بالحقوق ديالنا اللي ربما في هذه البلاد الحق اصبح ينتزع ولا يطلب، اصبح ينتزع. لهذا حنايا محتاجين وغنصعدوا الامور وغنضلوا محتاجين ونصعدوا لاقصى الامور تنستافدوا من المطالب ديالنا ونحققوا المطالب ديالنا. السلام عليكم. الكاتب الوطني للجامعه الوطنيه لمتقاعد الفصفار. قمنا اليوم بتنفيذ هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية الحضارية، وهي وقفة تصعيدية نظرا للإهمال والإقصاء الذي تمارسه الإدارة المحلية للفصات، والتي تنهج سياسة يعني سياسة إقصائية واستبعاد وإلغاء الآخر. ونحن نقول لهم إنكم تتعاطون يعني نهجا خاطئا. قررت الحكومة اتخاذ مجموعة من التدابير على مستوى الدار البيضاء الكبرى، عمالتي الدار البيضاء والمحمدية وإقليم النواصر ومديونة وإقليمي برشيد وبن سليمان، ابتداء من يوم غد الأحد 25 أكتوبر الجاري على الساعة 9 ليلا ولمدة 4 أسابيع. وذكر بلاغ للحكومة أمس الجمعة أن هذا القرار اتخذ بناء على خلاصات عمليات التتبع اليومي والتقييم المنتظم والمنجز من طرف لجان اليقظة والتتبع، وتبعا لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد-19. وبناء على ما جاء في البلاغ الحكومي الصادر بتاريخ 19 أكتوبر 2020 من تمديد الإجراءات الاحترازية المعمول بها بعمالة الدار البيضاء، وتشمل هذه التدابير منع جميع أشكال التنقل الليلي ما بين الساعة 9 مساء والساعة 6 صباحا باستثناء التنقلات لأسباب صحية ومهنية، وإلزامية التوفر على رخص استثنائية للتنقل من وإلى العمالات والأقاليم المذكورة مسلمة من طرف السلطات المحلية المختصة. أغلقت السلطة المحلية أكثر من 56 مطعما بسبب خرقها الضوابط القانونية، حيث تم حجز كميات مهمة من المشروبات الكحولية والممزوجة بالكحول منتهية الصلاحية وأخرى غير صالحة للاستهلاك في مستودعات معدة خصيصا لهذا الغرض بضواحي مراكش. وأهم هذا القرار محلات في ملكية مغاربة وأخرى لمواطنين أجانب مقيمين بالمغرب، منها سلسلة من النوادي الليلية التي حولت نشاطها بالكامل إلى حانات ومطعم فرنسي شهير بمقاطعة جليز. وقد تم إخضاع أصحاب هذه المحلات لأبحاث التمهيدية التي أمرت بها النيابة العامة طبقا للقانون. اضطر موظف شرطة يعمل بفرقة الشرطة السياحية بالأمن الإقليمي لمدينة الجديدة مساء أمس الجمعة لاستعمال سلاحه الوظيفي بشكل تحضيري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شقيقين من ذوي السوابق القضائية بعد أن رفض الامتثال لعناصر الشرطة وعرض أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم لاعتداء جدي وخطير. وكانت دورية للشرطة قد انتقلت إلى حي القلعة بمدينة الجديدة من أجل توقيف المشتبه فيهما اللذين كانا في حالة اندفاع وتخدير متقدمة، وألحق خسائر مادية بسيارة متوقفة بالشارع العام، كما أبديا مقاومة عنيفة بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة عناصر الدورية الأمنية، وهو ما اضطر مقدم شرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصة تحذيرية في الهواء مكنت من رفع الخطر الناتج عن هذا الاعتداء وتوقيف الشقيقين المعنيين وحجز السلاحين الأبيضين وفق ما جاء في بلاغ المديرية العامة للأمن الوطني. للمزيد من الأخبار زورونا على الموقع الإلكتروني safegood.com. نهاية أسبوع سعيدة وإلى اللقاء.